السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشتغلوا على لي فيغور دو ستيل وبالضبط على لون تي فراز. قبل ما نبدا الشرح كنتمنى انكم تخليوا لي دعوه الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله. بالنسبه لهذا الاسلوب المجازي اللي هو لون تي فراز، كنكونوا دائما كنعبروا في الجمله ديالنا على عكس داكشي اللي باغيين نقولوا، والهدف دائما هو السخريه. يعني كنبغيو نستهزئوا، كنبغيو نسخروا، وكنعبروا على عكس داكشي اللي باغي نقولوا في الحقيقه. بحال الجمله الاولى كتقول لنا سي بوغو سون دي زوم دو. هاد لي بوغو هما منفذين الحكم ديال الاعدام، هما ناس اللي هما لطيفين. شخص اللي كينفذ حكم الاعدام كيقتل شخص ما يمكنش يكون لطيف، يعني هنا كنبغيو نستهزئوا. سي فريمون اون شونس انكرويابل كو ما باتري دو تيليفون مور جوست كون جي بوزوان دو لابولي اون ايرجونس. قالي والله الا هذا فرصه عظيمه ان الباتري ديال التليفون ديالي يعني يدي شارجا اللحظه اللي انا احتاجيت التليفون ديالي باش نعيط للايرجونس. يعني هنا قلنا فريمون اون شونس انكرويابل، يعني لحظه اللي هي زعما واعره. Vraiment, tu as l'art de choisir les pires moments pour poser des questions. Tu as l'art de choisir les pires moments. يعني دوك اللحظات اللي كيكون الانسان طالع فيه، طالع عليه القرض، وكاين شي واحد كيسولو شي سؤال اللي يعني كيعصبو، كيقول لي والله الا عرفتي تعزل لقيتها انت تطرح عليا الاسئله ديالك. C'est formidable d'avoir une fuite d'eau dans la salle de bain juste avant une réunion importante. شي حاجه اللي رائعه ان حتى الاخر تلقى عندك واحد الفويت ديال الماء في لاصال في الدوش ديالك جيست افون انت عندك اجتماع مهم، يعني جيست افون اون غيونيو امبورطونت، يعني انت عندك اجتماع مهم في نفس اللحظه تلقى عندك فويت في الدوش ديالك خصك تصوي، يعني لحظه اللي ما كاينش بحالها، لحظه اللي هي رائعه. هنا كنبغيو نديرو ليغوني، كنبغيو نديرو السخريه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الاسلوب المجازي بالنسبه للناس ديال اولى باك، سواء المتمدرسين او الاحرار. هذا الاسلوب المجازي ما كيطيحش في الامتحان الجهوي، مي الناس ديال الثانيه باك غادي يحتاجوه في لي كونترول ديالهم. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.